في هذا الباب بتاع Frequency Response Analysis درسنا في القسم الأول إزاي نقدر نستنتج الترانسفير فانكشن من خلال تجربة معملية بنقيس فيها Frequency Response. درسنا في القسم الثاني إزاي نعرف إذا كان السيستم ده ستيبل ولا لأ، وكمان الاستابيليتي مارجن قد إيه. دلوقتي هنخش على جزء أنا بعتبره الأهم، هو الحقيقة هو الهدف الرئيسي من الكورس. طب افرض إن السيستم اللي إحنا درسناه وشفنا أداءه وقيمنا أداءه مش عاجبنا، عايزين احسن من كده. تخيل مثلا حسبت الاستابيليتي مارجن لقيته صغير، طيب اعمل ايه؟ اغيره ازاي؟ ازاي اجيب كنترولر يحسن من اداء السيستم؟ هو ده يعتبر يعني اول مراحل الديزاين بتاع الكنترول سيستمز، واللي هو الهدف بتاع هذا الكورس. نقدر نعمله بطريقتين، يا اما باستخدام كومبنسيتورز ده اللي هنعمله في المحاضره ديت، يا اما باستخدام بي اي دي كنترولر ده اللي هنعمله في المحاضره اللي جايه. بالنسبه للكومبنسيتورز هنبتدي الاول نقول يعني مما يتكون الكومبنسيتور، عامل ازاي، بيشتغل ازاي يعني. وبعد كده هندرس الثلاث انواع بتوع الكومبنسيتورز اللي هم الليد كومبنسيتور، وبعدين اللاج كومبنسيتور، وبعدين اللاج ليد كومبنسيتور. طيب تخيل ان انا عندي performance parameters هم كتير، يعني الاستابيليتي واحد منهم، الايرور واحد منهم، سرعه استجابه النظم سبيد هنا المقصود بيها سرعه استجابه النظم لاي تغير في المؤثرات اللي عليها على الانبوت، يعني دي كلها performance parameters وشفنا كل واحد بيتقاس ازاي. طيب لو كان في واحد بس انا عايز اظبطه، غالبا الجين هيبقى كفايه، هيجيب لي اللي انا عايزه. لكن غالبا بيبقى في اكتر من حاجه عايز اغيرها، اكتر من حاجه عايز احسنها، فمش هينفع بارامتر واحد بس اللي هو جين يعمل لي كل حاجه. انا محتاج يكون عندي اكتر من بارامتر اقدر العب فيهم عشان احقق اكتر من هدف. وفي الحاله دي بنستخدم الكومبنسيتور او البي اي دي زي ما هنشوف في المحاضره اللي بعدها ان شاء الله. طيب الكومبنسيتور ده عباره عن ايه بقى؟ هو عباره عن تو اوبريشنال امبليفايرز محطوطين ورا بعض، واحد ورا الثاني. احنا كنا شفنا قبل كده الاوبريشنال امبليفاير يعني الترانسفير فانكشن بتاعته عامله ازاي، اللي هي الاوتبوت على الانبوت واحد لوحده. وتخيل امسك مثلا الكومبنسيتور اللي هو على الشمال ده، الاوتبوت بتاعه هو الفولت في المخرج هنا، والانبوت هو الفولت في المدخل بتاعه. وبينهما طبعا ده الاوبريشنال امبليفاير، وفي اثنين امبيدنسز سميناهم زد واحد وزد اثنين، واحده مرتبطه بالانبوت والثانيه مرتبطه بالاوتبوت اللي هي زد اثنين. وشفنا انه الاوتبوت على الانبوت بيساوي نسبه هذه الامبيدنسز بس مضروبه في ناقص واحد، يعني بيساوي ناقص زد اثنين على زد واحد. ماشي، احنا هنا بنستخدم تو اوبريشن امبليفايرز. السبب الرئيسي انه الناقص دي مش عجباني، فغالبا بناخد واحد بيبقى بيديني ناقص، التاني بيديني ناقص تاني اخر يعني، فيبقى الاوتبوت النهائي اللي هو الفولت عند الاوتبوت بتاع الاوبريشن امبليفاير التاني هيبقى نسبته الى الانبوت نسبه موجبه. فلما نيجي نرسم او نيجي نشوف ايه الترانسفير فانكشن المجمعه للتو اوبريشن امبليفايرز، اي اوتبوت على اي انبوت هتساوي نسبه الامبيدنسز اللي هي زد 2 على زد 1 بتاعه الامبليفاير الاولاني مضروبه في نسبه الامبيدنسز بتاعه الامبليفاير الثاني اللي هو زد 4 على زد 3. الحقيقه الامبليفاير الثاني حيث انه هدفه بس تظبيط الاشاره، يعني غالبا بنحط امبيدنسز بسيطه جدا يعني مقاومات، فزد 4 دي هتبقى ار 4 وزد 3 دي هتبقى ار 3 يعني مفيش. والقصه كلها بقى دلوقتي ازاي اختار قيم الزدات والريزيستنسز بحيث ان انا احقق هدف ما، اللي هو الهدف اللي الكومبنسيتور هصمم عليه، يعني هعمل تصميم للكنترول سيستم يحقق هدف معين باستخدام الكومبنسيتور. يعني هنختار بقى البارامترز ديت عشان نحقق الهدف اللي احنا بندور عليه. اول نوع من انواع الكومبنسيتورز هناخده هو الليد كومبنسيتور.
وده بيستخدم اساسا لتحسين اداء السيستم في منطقه الترانزنت، يعني ترانزنت ريسبونس بداخل بيخش فيه الناتشورال فريكونسي مثلا، اوميجا ان بيخش فيه الدامبنج، القصص دي كلها. وطبعا بيشتغل عند فريكونسيز نسبيا عاليه اللي هي المنطقه اللي فيها ترانزنت مهم، غير كده ترانزنت ملوش اهميه لو كانت فريكونسي واطيه مثلا. اي جميع انواع الكومبنسيتورز مش بس الليد على فكره، هي نسب سداد زي ما قلنا قبل كده، وما بيختلفوش عن بعض. الليد ده واحد منهم غير في قيم الزدات. زي ما قلنا برضو قبل كده، زد 3 وزد 4 غالبا بس مش شرط، على الاقل في حاله الليد بمجرد مقاومات ار 3 وار 4. بالنسبه بقى زد 1 زد 2 بيخش فيها مقاومات ومكثفات وحاجات بالشكل ده. فهي بتبقى في الصوره العامه اللي هي شايفها قدامك ديت، واحد ريزيستنس واحد كاباسيتنس الاثنين امبارل. طبعا هنا سميتها ار اي والسي اي عشان ده هيعمل لي في الاخر زد اي، حيث اي بتساوي واحد او اثنين. ازاي نحسب الزد بتاع مقاومه، يعني مقاومه ومكثف؟ الاول بس تذكره ازاي نقدر نحسب الزد بتاع مقاومه لوحدها او مكثف لوحده. الزد يا جماعه ما هي الا نسبه الفولت بتاع التيار، ده الزد اللي هي الامبيدنس يعني. وطبعا هنشتغل في الاس دومين دي علشان لو هي مقاومه مثلا ما بتفرقش، فولت على التيار هو ريزيستنس اللي هو نفسه الامبيدنس، يعني زد ار هي ار وعلى طول يعني. انما لو كان مثلا مكثف، لو في التايم دومين هي سي في تفاضل الفولت بالنسبه للزمن اللي بيساوي التيار، وفي الاس دومين التفاضل ده هيبقى اس يعني، وبالتالي تبقى الزد الامبيدنس بتاعت المكثف هي واحد على اس سي كده هما في المقام طبعا. اما الحاجة الامبيدنس تبقى ال دي اي باي دي تي هي اللي بتساوي فرق الجهد، وبالتالي الزد بتساوي اس في ال. طيب لما يكون عندي بقى اتنين امبيدنسز ان باراليل، ازاي بقى اطلع منهم الكوفرنت امبيدنس؟ زي اتنين ريزيستنسز ان باراليل، احنا عارفين حاجه مش جديده علينا. النتيجه هي حاصل ضرب التو امبيدنسز مقسومه على حاصل جمع نفس التو امبيدنسز. يعني في الحاله بتاعتنا ديت هبص الاقي ان انا الزد اي هي حصل الضرب اللي هو بالنسبه لي هنا ار اي في واحد على اس سي اي، ده حصل الضرب على حصل الجمع ار اي زائد واحد على اس سي اي. غالبا عشان ننظف المنظر ده بنضرب الطرفين في اس سي اي، فيطلع لي في البسط ار اي وفي المقام تاو اي اس زائد واحد. هي الحقيقه هنا المفروض يطلع ار اي في سي اي، وار في سي احنا عارفين من زمان انها بتديني وحدات، وحداتها وحدات تايم يعني، وبيسمى التايم كونستانت، وله اهميه كبيره طبعا في الاناليسيس بتاعنا. طيب الترانسفير فانكشن بقى بتاع الكومبنسيتور اللي هو هاخد بقى في اعتباري الاربع امبيدنسز اللي عندي، امسك مثلا زد 2، زد 2 هي ار 2 اهي عندك هنا دي الثانيه عندك هنا ديت هي ار 2 على تاو 2 اس زائد 1. اما زد 1 اللي هي في المقام هتدي لك ار 1 في المقام، وهيجي لي بقى في البسط تاو 1 اس زائد 1. في الاخر بقى تدي لي زد 4 زد 3 اللي هم ار 4 وار 3. يبقى هي ديت الترانسفير فانكشن بتاعت الكومبنسيتور بتاعي. غالبا بنيجي نروح ايه نجمع المقاومات دي كلها في ثابت واحد ونسميه الكومبنسيتور جين، يعني كي ار، ار يعني زي المقاومات يعني. ف يعني عشان بس بدل ما نقعد نعمل بارامترز كتير ما لهمش لازمه، يبقى انا عندي بارامتر واحد هو نتيجه حصل الضرب ده. تاو واحد وتاو اتنين غالبا بنكتبهم في صوره انسب، تاو واحد هنسميه تاو وخلاص، اما تاو اتنين هسميه الفا تاو. لان هو في الحقيقه لو كان اهم حاجه بتفرق عندي هو النسبه بين التايم كونستنت. طبعا التايم كونستنت نفسه بيفرق اكيد، لكن النسبه بينهم هي بتفرق اكتر. مثلا لو الفا بواحد، يعني هما زي بعض، هتلاقي البسط راح مع المقام والكومبنسيتور في الاخر ما فيش كومبنسيشن ولا حاجه، مجرد ان انا بضرب في ثابت وخلاص. فاذا زي ما انت شايف الفا يعني حاسمه في انها تديني اداء الكومبنسيتور بتاعي.
الالفا دي بقى يعني تسمى الاتينيوشن فاكتور، بغض النظر عن الاسم ده يعني قد لا يكون معبر يعني، بس هو ده الاسم يعني الناس بتستخدمه عاده يعني. فعشان اجيب بقى فريكونسي ريسبونس بتاع الكومبنسيتور يعني، انا بقسم المعادله دي على كي ار بس عشان تديني حاجه دايمنشن ليس كده يعني. يعني ايه؟ اي كومبنسيتور في الدنيا مقسوم على الجيم بتاعه، مقسوم على الجيم بتاعه بيساوي المنظر ده. طبعا الفريكونسي ريسبونس بنعمل ايه؟ بنشيل الاس ونحط مطرحها جي اوميجا، بس مش حاجه اكتر من كده يعني. فبتطلع لي كميه كومبلكس، الكميه كومبلكس دي ليها ريال وايماجيني. هنجيب ازاي ريال وايماجيني؟ بمنتهى البساطه بنضرب في المرافق بتاع المقام اللي هو 1 ناقص جي الفا اوميجا تاو. نفس الكميه بنضربها بسطا ومقاما، بالنسبه للمقام هيتحول الى 1 زائد الفا تربيع اوميجا تربيع تاو تربيع. اما البسط بقى فهيبقى فيه جزء حقيقي وجزء تخيله تخيلي، وبفصل كل واحد لوحده. الريال بارت اهو 1 زائد، يعني دي حسبه بسيطه جدا اي واحد يقدر يعملها يعني، حصل ضرب قوسين يعني، 1 زائد الفا بس مش الفا تربيع خلي بالك، اوميجا تربيع تاو تربيع. اما الجزء التخيلي فبيبقى اوميجا تاو في 1 ناقص الفا. تلاحظ حاجه بالنسبه للريال بارت، جميع الكميات اللي فيه دائما موجبه، الفا موجبه طبعا، اوميجا موجبه، تاو موجبه. بالنسبه للايماجينري بارت بقى برضو كل الحاجات موجبه ما عدا القوس 1 ناقص الفا، حسب قيمه الفا بقى ممكن يكون موجب ممكن يكون سالب. بالنسبه للليد كومبنسيتور الالفا بتبقى اقل من 1، يعني بالتالي 1 ناقص الفا ده هيبقى موجب، يعني الايماجينري بارت دايما موجب. وبالتالي الزاويه، الزاويه انت خلي بالك هي 10 ماينس 1 الايماجينري على الريال، حاجه معروفه. فالزاويه دايما موجبه، موجبه يعني بتعمل ليد مش سالبه يعني بتعمل لاج، عشان كده سميناها الليد كومبنسيتور. يبقى الملحوظه المهمه عندي، لو كانت الفا اصغر من 1 يبقى الزاويه اللي هتطلع لي دائما هتبقى موجبه، ولذلك سمي ليد كومبنسيتور. نتيجه تطبيق هذا الكومبنسيتور هيزود، هيخلي الزوايا بتاعتي كلها تزيد بما مقداره فاي، بس فاي دي متغيره طبعا. تعالوا بقى ندرس الفريكونسي ريسبونس بتاع الليد كومبنسيتور. انا مثلت لك هنا مره تانية الترانسفير فانكشن اهي اللي هي كنا جبناها من السلايد اللي فات، وحطيت لك برضو جنبها الريال بارت اهو والايماجينري بارت اللي هو بس يعني ترانسفير فانكشن مقسوم على كي ار في الحالتين عشان نعرف نقسمها يعني. طيب تعال نمسك الاول البوت بلوت. خلي بالك ان المحور الافقي هنا انا حاطط فيه لوج اوميجا في تاو، دي تبقى كميه دايمنشنلس وبتساعدني انها بتخلي جميع انواع الكومبنسيتورز ايا إن كانت قيمه تاو بتاعتها هتاخد نفس الشكل في الاخر يعني. طيب تعالوا، والمحور الراسي زي ما انت شايف هي برضو جي سي على كي ار، الخطين دول معناها الامبليتيود ان ديسيبل. طيب تعالوا نشوف الاول لما اوميجا تؤول للصفر. اولا بالنسبه للريال بارت لما اوميجا بتساوي صفر ده هيبقى واحد في الاخر، الايماجينري بارت لما اوميجا تساوي صفر ده هيبقى صفر، وبالتالي الامبليتيود هتبقى هي نفسها الريال بارت، يعني هيبقى عندي الامبليتيود بتبقى واحد عند الاوميجات الصغيره او التي صغيره جدا تؤول للصفر. فهيطلع لي الخط التخين الموجود عندك هنا ده اللي هو قيمه او شكل الكومبنسيتور. الامبليتيود طبعا امبليتيود واحد يعني اللوغاريتم بتاعها صفر يعني موجوده على المحور هنا، دي عند قيم اوميجا الصغيره نسبيا. طيب في المقابل بقى الناحيه الثانيه عند اوميجا الكبيره، تخيل اوميجا هتقول لي ما لا نهائي، فهتبص تلاقي الريال بارت عندي هنا اوميجا تربيع على اوميجا تربيع، فيبقى في الاخر واحد على الفا، الفا على الفا تربيع يعني اللي هي واحد على الفا. بالنسبه للايماجينري بارت لما اوميجا ما لا نهايه، دي اوميجا على اوميجا تربيع يعني صفر، يعني الايماجينري بارت برضو هنا بصفر، وبالتالي الامبليتيود هي نفسها الريال بارت اللي هي واحد على الفا. لاحظ ان الفا اصغر من واحد، فواحد على الفا دي كميه اكبر من واحد، واللوغاريتم بتاعها بالتالي موجب. فهتبص تلاقي يديني المنظر ده، تيجي عند ارتفاع واحد على الفا فوق كده اهو، هيبقى ده الخط التخين اللي عندك هنا ده هو اللي بيمثل الامبليتيود، تغير الامبليتيود مع اوميجا عند قيم اوميجا الكبيره. طيب
ما بين الاثنين بقى عندي ايه يعني، نموذج متوسطه يعني، لا صغيره قوي ولا هي كبيره قوي، يعني ببساطه كده ومن غير مش عايز افكرك، هتبص تلاقي انها الخط المائل ده اللي هو ميلو 20 ديسيبل بير ديكيت. ما احنا اصلا المفروض نكون عارفين الكلام ده يا جماعه. انا عندي بسط ومقام وكلاهما لينير كويس، ففي كسره في البسط هتخديني بلس 20 ديسيبل بير ديكيت، تيجي بعدها كسره في المقام هتديني اللي المفروض تديني ماينس 20 ديسيبل بير ديكيت، اجمعها على ال 20 اللي كانت في الاول فتديني يعني صفر، يعني ازود مين بس هيبقى افق. طب امتى بقى الكسرتين دول بيحصلوا بالظبط امتى يعني؟ برضو سهل، خلي بالك. الكسرة اللي هي في البسط بتحصل في البسط، ايوه بتحصل في الاول، لان اوميجا تاو هنا ساعتها بتساوي واحد عشان تحصل الكسرة، فاهو واحد. بينما الكسرة اللي في المقام بتحصل عند اوميجا تاو بتساوي واحد على الفا، والفا اصغر من واحد يعني اوميجا تاو بتبقى اكبر، يعني اوميجا اكبر، اوميجا تاو هنا بتساوي واحد على الفا. هتبص تلاقي الكسرتين دول اتعملوا واتحسبوا مظبوطين. كويس، نيجي بعد كده بقى بالنسبه للفيز. احنا قلنا انه سواء عند اوميجا صغيره قوي او اوميجا كبيره قوي الفيز تقول الصفر، لكن لما الاوميجا تبقى يعني اصغر من الصفر او اصغر اكبر اسف من الصفر او اصغر من ما لا نهايه هتبتدي موجبه. طيب يعني مبدئيا كده نقدر نقول ايه، هتاخد المنظر ده اللي هو الكيرفين اللي موجودين هنا كده اهو، لما نقول للصفر هتلاقي فاي اوميجا تقول للصفر هتلاقي فاي تقول للصفر، عند اوميجا تقول ما لا نهايه فاي برضو هتقول للصفر. سهل جدا انك انت تتوقع ان هو ايه. طب هيحصل ايه في الفريكونسيز اللي في النص؟ هيعمل لك المنظر ده اللي هو، انا اسف، الكيرف اللي له ماكسيموم هنا كده. طيب هنحسب بعد شويه الماكسيموم ده بيساوي كام، بس خلينا دلوقتي نقول حاجه مهمه. الماكسيموم ده بيحصل فين؟ بيحصل فين يعني عند انهي اوميجا؟ ومنتهى البساطه في النص زي ما انت شايف، ونقدر نثبتها طبعا ان انا اجيب الفيز، ما انا عندي الايماجيني بارت او از فانكشن اوف اوميجا، يبقى اجيب الفيز از فانكشن اوف اوميجا وفاضل واساوي التفاضل بالصفر يطلع لي الماكسيموم كام وفين؟ ممكن، لكن هي بالرسم سهله جدا، هي في النص. في النص يعني عند فريكونسي كام؟ اوعى تقول لي دي زائد دي على 2، اصل ده لوجاريتم سكيل، المفروض نقول ايه؟ ما يعني في اللوغاريتم هيبقى اللي في النص ده حاصل ضرب الاولانيه، جذر حاصل ضرب الاثنين. بينما لو كنا مش لوجاريتم كنا هنقول المجموع مقسوم على 2. فهتبص تلاقي ان هو بتحصل عند فريكونسي قدرها اوميجا تاو، يعني بتساوي بنسميها اوميجا تاو ماكس، قدرها واحد على جذر الفا. وبالتالي برضو عشان ده خط مستقيم، المسافة دي هي نص المسافة الإجمالية، ديت واحد على الفا، نصها كام؟ اوعى تقول لي واحد على اتنين الفا، عشان هي برضو لوجاريتم، نصها واحد على جذر الفا، سواء في الحتة دي أو في الحتة اللي فوق يعني أو في الحتة اللي تحت. طيب لما نيجي بقى نرسم البولار بلوت هتلاقيه يجاوبك بسرعة على السؤال اللي احنا كنا نفسنا نجاوب عليه، اللي هو الماكسيمم فيز انجل بتساوي كام؟ يعني الزاويه القيمه اللي هنا دي كده اهو بتساوي كام؟ طبعا زي ما قلت لك ممكن يجيبها بالتفاضل، بسيطه خالص، مساله مباشره جدا مفيش فيها حاجه يعني، في الجبر كده وخلاص، لكن الحقيقه بالرسم بتبقى الطف كتير جدا. تعالوا نشوف الاول عندما اوميجا تؤول الى الصفر. الايماجيني بارت اتفقنا ان هو بيساوي صفر، والريال بارت اتفقنا ان هو بيساوي واحد. يبقى عند اوميجا بتساوي صفر النقطه دي هي بتاعت البولار بلوت، الايماجيني بيساوي صفر والريال بارت بتساوي واحد. طب عند اوميجا بتقول الى ما لا نهايه ايه اللي هيحصل؟ عند اوميجا بتقول الى ما لا نهايه هتبص تلاقي زي ما اتفقنا الايماجيني برضه بيساوي صفر، بس الريال بيساوي واحد على الفا، وحيث ان الفا اصغر من واحد، واحد على الفا دي كميه يعني اكبر من واحد يعني. طيب دول نقطتين اتوقعوا، بين الاثنين بقى ايه اللي هيحصل؟ خلي بالك انا عندي فيز موجبه دايما، يبقى اذا هتبص تلاقي الكيرف هيترسم في المنطقه الفوقانيه فوق الريال اكسس. طبعا عشان اجيب معادله الكيرف ممكن بمنتهى البساطه تروح قايل ايه؟
اعتبر انه الريال بارت اكس والايماجيني بارت واي، وحاول انك انت من التو اكسبريشنز اللي موجودين هنا بتوع الريال از ا فانكشن اوف اوميجا والايماجيني از ا فانكشن اوف اوميجا تضيع اوميجا بالاثنين عشان تجيب علاقه مباشره بين اكس اللي هي الريال بارت يعني واي اللي هي الايماجيني بارت. تخيل بقى، طبعا انا مش عايز اقعد اعمل شويه جبر على الفاضي، انت تقدر تعملها لوحدك، مش في اي صعوبه خالص، حاجه مباشره جدا. تخيل بقى المعادله هتطلع معادله نص دايره. يبقى اهي دي المعادله اللي عندنا اهي، نص دايره بالظبط. طيب مركزها فين؟ سهل بقى، الاولاني زائد الثاني على 2. خلي بالك ده مش لوجاريتمك، البودا بلوت ده مش لوجاريتم عادي. فالمركز هيبقى الاولاني زائد الاخراني على 2. طيب نص القطر، القطر اصلا هو 1 على الفا ناقص 1، واقسمه على 2، 1 على الفا ناقص 1 يديني نص القطر. تمام. طيب الفيز بجيبها ازاي؟ لو انا عندي الريال والايماجيني، ايه الفيز؟ لو انا مثلا عندي اي نقطه هنا، مثلا النقطه اللي هي مثلا، خد مثلا النقطه اللي فوق هنا كده، كويس؟ الفيز بتاعتها اجيبها ازاي؟ اوصل النقطه دي بالاصل كده اهو، طول الخط ده هو الامبليتيود، والزاويه اللي عاملها مع الريال هو الفيز بتاع المسار. ويجي هنا السؤال بقى بالنظر كده يا باشمهندس، رايك اكبر فيز ممكن تحصل امتى؟ سهله خالص، تحصل عند اعمل مماس لنقطه الاصل في نص الدايره. هنا النقطه اللي هي بيقابل فيها المماس نص الدايره، النقطه دي هي النقطه بتاعت الماكسيموم فيز، الزاويه اللي انا رسمها قدامك دي هي الماكسيموم فيز. طيب احسبها ازاي؟ من الرسم، بمنتهى البساطه لو انا حبيت اجيب الساين بتاعها هقول ايه؟ المقابل على الوتر. المقابل هو 1 على الفا ناقص 1 على 2، والوتر 1 على الفا زائد 1 المره دي على 2. اما نيجي نقسمهم شويه اختصارات بسيطه كده، هيطلع لك ان ساين فاي ماكسيمم تساوي 1 ناقص الفا على 1 على الفا، بسيطه خالص. هي نفس المعادله دي، غالبا بيبقى عندي الفا وعايز اجيب الفاي، يعني مش قصدي بالمنظر ده، عندي الفا عايز اجيب الفاي بعوض، لكن غالبا بيبقى العكس، يعني عندي الفاي وعايز اجيب الالفا. فبنرجع نفس المعادله نكتبها بطريقه ثانيه، اللي هي الطريقه اللي قدامك ديت، الفا بتساوي 1 ناقص ساين على 1 زائد ساين، هي نفس المعادله. هنشوف دلوقتي ازاي بنعمل ديزاين للليد كومبنسيتور بحيث احقق اهداف معينه. الاهداف بتاعتي غالبا بتبقى يا اما، طبعا اهم واحد فيهم هو الاستابيليتي مارجن، وممكن يكون برضو عندي اهداف خاصه بالايرور والحاجات ديت. طيب لاحظ ان الكومبنسيتور ده هيتحط ان سيريز كده اهو زي ما شايف قدامك كده مع الترانسفير فانكشن الاصليه، عشان يعدلها يبقى عندي ترانسفير فانكشن جديده اللي حصل ضرب الاثنين دول، هسميها جي تي، زي جي توتال يعني، تبقى هي اللي بتحقق الاهداف اللي انا عايزها. الجيل القديمه ما بتحققش، بزود عليها كومبنسيتور عشان الجيل الجديده على بعضها جي تي تكون بتحقق الاهداف اللي انا عايزها. طيب خلي بالك ان الجي بتاع الكومبنسيتور ده له فريكونسي ريسبونس احنا شفناه قبل كده، اللي هو معروف، اللي هو خط افقي وبعدين 20 ديسيبل طالع لفوق، 20 ديسيبل بير ديكيد، وبعدين خط افقي تاني عند الفريكونسيز العاليه. بس بقى دي لسه هنعمله دلوقتي، اللي هنختاره الكسره دي بتحصل عند انهي فريكونسي، والكسره الثانيه بتحصل عند انهي فريكونسي، والمسافه بينهما قد ايه. الحاجات دي كلها اللي هي في الاخر قيم كي ار والفا وتاو، اللي زي ما تقول كاني بفصل الكومبنسيتور كده، بختار القيم بحيث الشكل ده لما اجمعه على الكيرف الاصلي يطلع لي كيرف جديد بيحقق الاهداف بتاعتي. طيب الخطوات اسمها الجوريزم، خوارزميه اللي احنا عايزينها عشان نوصل ان انا نحدد قيم كي ار والفا وتاو، بسيطه جدا. في الاول خالص ببقى عايز اعرف كي ار، فاللي بيحصل ان انا باسيوم حاجه تقريبيه وهتتغير بعد شويه، بس تقريبيه عشان ابتدي بس، انه الجي سي بتاعي ده ما هو الا كي ار. الجزء ده اللي هو البسط تاو اس زائد واحد والمقام الفا تاو اس زائد واحد بهمله مؤقتا، هناخده في اعتبار طبعا بعد شويه. فيبقى الجي سي بتاعي ده مجرد كي ار.
يبقى جي تي التوتال هسميها جي واحد. جي واحد ده اللي هي يعني واحد ده زي ما بتقول يعني المحاولة الأولى أو الخطوة الأولى، هي كي آر بجي الأصلي بس. وعايز بقى الترانسفير فانكشن الجديدة ديت، هي يعني نفس القديمة بس ثابت، يعني ثابت مجهول دلوقتي في اللحظة دي. عايز اتحقق شرط مثلا الايرور، عايز الايرور كونستانت يكون يساوي قيمه انا عارفها. خلي بالك الايرور كونستانت ده هو مقلوب تقريبا، يعني مقلوب بالستيدي ستيت ايرور. فكل اعلي الايرور كونستانت معناها اقلل الستيدي ستيت ايرور. هم دي الحاجات اللي احنا بيبقى عايزين، يعني احد الاهداف اللي احنا عايزين نوصل لها. فاللي بيحصل ان انا ايه كي ار ديت اللي هو ثابت مجهول بختاره بحيث ان كي ار في جي على بعضها بتحقق الايرور كونستانت. طبعا العلاقه بين الايرور كونستانت والجين كي دي شفناها قبل كده في سلايد فات، فهستخدم هذه العلاقه عشان اطلع الجين كي ار بقى المره دي اسمه هنا اللي يحقق لي الايرور كونستانت المطلوب. دي الخطوه الاولانيه. بعد كده بقى ايه؟ هنبقى عايزين نعرف نجيب الالفا والتاو. عشان نعمل حاجه زي كده برسم البوت بلوت بتاع الترانسفير فانكشن جي واحد. البوت بلوت ده اللي هو الامبليتيود بتاع جي واحد، انا الخطين دول والفيز بتاع جي واحد. طب برسمهم ازاي؟ والله انا لو عندي جي اصلا كل المطلوب ان انا هضربها في ثابت كي ار، اضربها في ثابت لوغاريتم، يعني كاني بزود عليها 20 لوج كي ار بكل بساطه، كاني رفعت الكيرف ده لفوق مسافه قطرها 20 لوج كي ار، كاني برضو المحور الافقي اللي تحت اللي هو اوميجا تاو ده نزلته لتحت مسافه برضو 20 لوج كي ار. المهم ايا كانت الطريقه هنرسم جي واحد سواء امبلتيود ولا فيز ونبتدي بقى نشتغل. احنا دلوقتي عايزين نحقق استابيليتي مارجن معين. طب ما نشوف الاستابيليتي مارجن اللي عندي كان قد ايه؟ ما يمكن كان كويس. هو غالبا مش هيبقى كويس لانه امال جاي كومبوسيتور ليه؟ ما انا عشان عايز احسنه. ف يعني الاستابيليتي مارجن ده بقى بشوف عندي كام، لازم اعرف عندي كام عشان اعرف احسنه بمقدار قد ايه. فخلي بالك الفيز مارجن ده يعني بنجيبه ازاي؟ لو عندي يعني بدور على حاجه اسمها الجين كروس اوفر فريكونسي، يعني النقطه اللي فيها الجين بقى بيساوي واحد، يعني اللوغاريتم بتاعها صفر. لما اللوغاريتم بتاعها صفر بشوف الفريكونسي دي ساعتها كانت كام، دي اسمها الجين كروس اوفر فريكونسي. وعندي فريكونسي دي بشوف الفيز بتاعت السيستم كانت كام. تخيل مثلا الفيز بتاعت السيستم ساعتها كان اي رقم كده، مثلا يعني ناقص 130 درجه، ناقص لا خليها ناقص 150 درجه. الفيز بتاعتي كانت ناقص 150 درجه، فاضل لها قد ايه عشان تبقى ناقص 180 درجه؟ ناقص باي يعني، فاضل لها 30 درجه. يبقى الفيز مارجن بتاعي 30، يعني مش وحشه بس ممكن تكون انا حاسس انها صغيره شويه، عايز اكبرها، عايز فيز مارجن يكون مثلا 50 درجه. طيب 50 درجه ديت معناها ان انا عايز ازود ليد على السيستم قدرها 20 درجه، عشان بدل ما كان الفيز ناقص 150 يبقى ناقص 130، فيبقى الفيز مارجن 50. واخد بالك؟ ده كده بالارقام كده بس عشان تبقى فاهم انا عايز اقول ايه. فالاول بجيب الفيز مارجن الحاليه، بجيبها ازاي؟ برسم خط افقي كده عند صفر، يعني عند الامبليتيود صفر، واشوف بيقطع فين الامبليتيود دي اسمها الكروس اوفر بوينت، وبشوف الفريكونسي عندها كام. مش الفريكونسي اللي تهمني، بنزل تحت كده اهو خط راسي لتحت وبجيب الفيز مارجن. الحته اللي فوق دي هي الفيز، انما الفيز مارجن هي اللي فاضل عشان اوصل لناقص 180. دي سميتها فاي ام 1، دي اللي هي الفيز مارجن الموجوده، واحد يعني عايز اقول يعني الاصليه كويس. طيب بشوف بقى الفيز مارجن ريكوايرد، فاي ام ريكوايرد كام، واقول ايه؟ طبعا اذا كانت دي اقل من الريكوايرد يبقى لازم ازود، فهجيب كومبنسيتور بيعمل فيز سميتها فاي سي، دي الفيز بتاعت الكومبنسيتور اللي هي هتنضاف على الفيز الاصليه عشان تديني الفيز الجديده. فالفيز بتاعت الكومبنسيتور اذا لازم تبقى الفرق ما بين الريكوايرد والموجوده، فاي ريكوايرد ماينس فاي ام 1، بزود عليها من 5 ل 12 درجه كده، ما تعتبرهمش احتياطي، ده انا هحتاجهم بعد شويه وهقول لك بعد شويه احتاجتهم في ايه.
بزودهم كده بس مبدئيا كده، قول 10 درجات 7 درجات حاجه في الرينج ده يعني. طيب جبت انا بقى ايه الفيز المطلوبه للكومبنسيتور. طيب وانا عارف ان الفيز بتاعت الكومبنسيتور بتتغير مع اوميجا ومش عارف ايه وعارفين وليها ماكسيموم، طب ما اخلي الماكسيموم بتاع الكومبنسيتور هو الفيز دي. الفيز المطلوبه دي هتبقى هي الفاي ماكسيموم اللي هي الزاويه الساين بتاعها 1 ناقص الفا على 1 زائد الفا، ده لسه واخدينه من شويه، يبقى ساعتها جبت الفا. من الفيز بتاعت الكومبنسيتور المطلوبه اروح مطلع الفا على طول. طيب خلي بالك بقى لما انا هاجي اركب الكومبنسيتور امبليتيود على الاصلي اللي هو بتاع السيستم الاصلي هرفعه لفوق، ما هو انا كان عندي افقي 20 ديسيبل بير ديكيد وبعدين افقي فهرفعه لفوق، فلازم اخد بالي ان انا هرفعه لفوق دي ما انساهاش، يعني هنزل المحور بتاعي تحت مسافه. مسافه قد ايه؟ المسافه دي اللي هرفعه لفوق المسافه اللي هي بتاعت الماكسيمم فيز اللي هي بتاع الجزء الفا لو تفتكر يعني. فاذا المفروض ان انا اروح اعمل لتحت مسافه لتحت كده 1 على جذر الفا من المحور زيرو، كويس؟ ده لانه لما هركب الكومبنسيتور بتاعي هيروح الرافع ده كله لفوق مسافه ما، بس الحته بتاعت الماكسيموم بالذات الحته بتاعت الماكسيموم فيز بالذات هي المسافه دي، هي مسافه متغيره طبعا عشان هو افقي مايل افقي فهيرفعه مسافه متغيره، بس النقطه المهمه بالنسبه لي اللي فيها الفيز ماكسيموم فهي دي 1 على جذر الفا، فساعتها الجين كروس اوفر فريكونسي الجديده هتبقى هنا مش القديمه اللي كانت هنا. عند الجين كروس اوفر فريكونسي دي بشوف الفريكونسي دي كانت كام ودي بقى اللي هشتغل عليها. كويس؟ المفروض ان الفريكونسي ديت بتساوي اوميجا سي نيو، اهي اوميجا سي نيو اهو في تاو بتساوي 1 على جذر الفا، لان هي ديت النقطه الاوميجا اللي بتحقق لي الماكسيموم فيز واروح مطلع منها تاو. لاحظ انه عند النقطه الجديده دي لما انزل هنا كده الاقي السيستم الاصلي الفيز بتاعته زادت شويه عن الفيز اللي كانت موجوده في الاول. انا اشتغلت على فيز افترض مثلا كان في الاول عند ناقص 150 مثلا زي ما قلنا، لما اجي هنا هلاقي ناقص 100 حاجه و50، وعشان كده انا حطيت هنا من 5 ل 12 درجه عشان اعوض الحاجه اللي انا عارف انها هتحصل بعد شويه. بس طبعا انا اخترت حاجه عشوائي، لازم في الاخر اعمل ايه؟ اطبق الكلام ده واشوف البرفورمانس بتاع السيستم شكله ايه، دي حاجه مهمه جدا. ولما اشوف البرفورمانس اشوف اذا كانت نافع ولا مش نافع، واذا كان مش نافع يبقى ارجع اعيد تاني من الاول، بدل ما كانت من 5 ل 10 او 12 درجه ممكن احط زاويه اكبر زاويه اقل بحيث احقق المطلوب. تعالوا نشوف بقى اكزامبل بالارقام. تخيل انا عندي السيستم بتاعي كان جي بتساوي 21 على اس في اس زائد 3، وعايز اركب له كومبنسيتور بحيث ان الستاتيك فيلوسيتي ايرور كونستانت كي في بيساوي 35 يعني ثانيه اس ناقص واحد، يعني دي وحداته وحدات الكي في يعني بتبقى ثانيه اس ناقص واحد. ده على فكره كونستانت عالي شويه، معناها ان انا عايز يعني الدقه تبقى عاليه شويه، ان انا عايز الايرور يبقى واطي بجد يعني. جميل. والفيز مارجن المطلوب 60 درجه، شوف انا عايز فيز مارجن يعني عالي جدا، والجين مارجن برضو عايزه ما يقلش عن 10 ديسيبل. يلا اعمل لي بقى كومبنسيتور. طبعا هو السيستم الاصلي لو جيت حسبت حاجات زي كده هيطلع مش كده خالص، مش هحقق ولا حاجه من دول. فانا هبقى عايز اجيب اعمل كومبنسيتور يحقق لي بقى الاهداف دي. طيب الخطوات اللي احنا عارفينها واحده واحده، اول حاجه هعمل هعتبر ان جي تي اللي هي حاصل ضرب جي سي في جي مؤقتا هي مجرد كي ار في جي، يعني كما لو كان الجي سي بتاعي مؤقتا ما فيهوش غير كي ار. طيب واروح حاسب اكتب المعادله بقى بتاعت الايرور كونستانت. المعادله دي بالتعريف الستاتيك فيلوسيتي ايرور كونستانت اللي هو اسمه كي في اللي هو هنا بيساوي باي ديفينيشن احنا خدناها دي قبل كده ليميت لما اس تقول للصفر بتاع اس مضروبه في جي تي.
وعشان كده نبقى فاهمين ان ليه انا اعتبرت ان جي سي ده هو مجرد كي ار. اصل هو في الحقيقه كان كي ار مضروب في حاجات لما اس تقول الصفر هتبقى واحد. ف يعني ما فرقتش، يعني انا في اللحظه دي مش عايز اعرف غير كي ار. ف هيبقى كي ار في ليميت الجي لما اس تقول الصفر، بس كمان كانت مضروبه في اس هنا، فالاس اللي مضروبه هنا هتروح مع اس اللي كانت في المقام بتاع الجي، فيتبقى لي 21 على اس زائد 3 لما اس تقول الصفر، اللي هي 21 على 3 اللي هي 7. يبقى اذا كي ار اللي هو المجهول اللي انا عايزه ده لما يتضرب في 7 لازم يساوي 35. خلاص يبقى انا عرفت الكي ار بتاعتي بتساوي 5. هدي اول خطوه. الخطوه اللي بعدها زي ما قلنا هنروح راسمين البوت بلوت بتاع جي 1 اللي هو جي الاصليه بس مضروبه في كي ار. فهرسم ادي جي الاصليه 21 على اس في اس زائد 3 بس مضروبه في 5 بقى مرات، يعني انا عندي في البسط هنا 105. انا على فكره كل اللي عملته ان انا استخدمت السوفت وير بتاعي اللي عندي اللي هو سايلاب، بس كان ممكن نستخدم ماتلاب، كان ممكن نستخدم اي واحد تاني، وقلت له بود افتح قوس الترانسفير فانكشن دي انتر، راح رسم لي البتاع ده. انا مش مفروض طبعا ممكن ارسم البوت لود واحده واحده، لكن الكلام ده كنا بنعمله زمان قبل ما يبقى عندنا كمبيوتر وكنا بتاخد وقت فظيع. طب بس ليه؟ يعني هو البوت لود ده عباره عن ايه؟ حتى هتجيب كذا قيمه الاوميجا، وعند كل اوميجا هتجيب الايماجينري والريال بتاع وترسم الامبليتيود والفيز از فانكشن اوف اوميجا، يعني عمليه يعني تاخد وقت وخلاص، يعني عباره عن عمليات جمع وضرب وطرح وخلاص. وطبعا الكمبيوتر اشطر مننا بكتير، بتكتب كلمه بود وتدوس انتر، قبل ما الانتر توصل تحت كان الشاشه دي ظهرت قدامي. انا مجرد عملت يعني خدت لقطه للشاشه اللي طلعت لي من البرنامج اللي انا استخدمته اللي هو كان سايلاب، يعني كان ممكن استخدم اي واحد تاني. في بس ملحوظه ابقى يعني بتركز فيها وانت بتبص، المحور الافقي في سايلاب هو الفريكونسي بالهرتز، في احيانا برامج تانية بالراديانس بير سكند عشان بس ما يحصلش لخبطه. احنا طبعا الاس اي سيستم هي راديانس بير سكند، يعني الهرتز ده المفروض اقسمه على 2 باي علشان يديني الفريكونسيز بالراديانس بير سكند. المهم انا هنا يعني الخط بتاع الامبليتيود بيساوي صفر، انا اضفته كده بس عشان يبقى باين، عشان ارقام يعني صغيره على الشاشه بتاعتنا يعني، فكاتب لك صفر بالكبير ده من عندي انا، الارقام هي ديت الاصليه زي ما شايف كانت صغيره. والخط الاحمر ده الهدف منه ان انا اجيب الكروس اوفر فريكونسي ما بين البوت بلوت اللي هو ايا كان شكله بقى ما تفرقش معايا دلوقتي، هو البرنامج هو اللي رسمه، والخط الافقي عند امبليتيود لوغاريتم امبليتيود بيساوي صفر، واروح نازل لتحت عشان اجيب الفيز مارجن. ادي كده هنزل لتحت واشوف الفيز دي قد ايه، طلعت ناقص 163 وشويه. جميل، يبقى الفيز مارجن قد ايه؟ اللي هو الناقص 163 وشويه دي فاضل لها كام عشان تبقى ناقص 180؟ اهو اللي هو 180 ناقص 163 يعني هيديني 16 درجه وكسر. الفيز مارجن 16 وشويه وانا عايزه 60، يبقى هعمل ايه؟ هضيف زاويه او هجيب الكومبنسيتور بتاعي بحيث يديني ليد انجل زاويه بوزيتيف اضافيه تعوض الفرق. انا عندي 16 وعايز 60، يبقى الفرق اللي هو هزود عليه 5 درجات برضو، فهيطلع لي في الاخر 48 درجه وشويه. يبقى دلوقتي عرفت الفيز ليد او الماكسيمم ليد انجل بتاع الكومبنسيتور المفروض تبقى كام؟ المفروض تبقى 48. جميل، وهذه الماكسيمم انا عارف انه ساين هذه الزاويه هي 1 ناقص الفا على 1 زائد الفا، وبالتالي طلعت الفا 0.145. احنا كده قررنا نخلص. كل اللي مطلوب بعد كده هو ايه؟ ان انا امشي تحت الخط ده مسافه قدرها 1 على جذر الفا، ان انا لسه حاسبها ديت، واشوف قطعت فين. دي المفروض هي الفريكونسي الجديده اللي انا هستخدمها علشان اعمل الديزاين بتاعي. الفريكونسي ديت حسب في الشكل هنا هي 2.6 وشويه هرتز،
انا لازم اشتغل بالايه، بالاس اي سيستم اللي هي 16 وشويه راديانز، ما ضرب بضرب في 2 باي، فتديني 16.48 راديانز بير سكند. انا عرفت طبعا الدبليو سي دي اللي هي واحد على تاو يعني. فخلاص يبقى انا جبت كل المطلوب. انا اسف، هي يعني دبليو سي في تاو المفروض بتساوي واحد على غاز الالفا، وبالتالي يطلع تاو بتساوي 0.16. ما هي دي الفريكونسي اللي بيحصل عندها الماكسيموم دي، هي مش واحد، مش دبليو تاو، مش اوميجا تاو بيساوي واحد. عند اوميجا تاو بيساوي واحد على غاز الالفا، ده اللي احنا لما رسمنا الفريكونسي ريسبونس، الماكسيموم ليد كان بيحصل في النص ما بين واحد وواحد على الفا، اللي هي عند واحد على جذر الفا. فده اللي هو التاو، اذا حسبته. بعد ما حسبت التاو خلاص اقدر ان انا ارسم، يعني ادي الترانسفير فانكشن بتاعت الكومبنسيتور، اطلع منها الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن اللي هي هتبقى جي سي في جي، جي سي في جي على واحد زائد جي سي في جي، عشان هي يونيتي فيدباك. ده السيستم كله على بعضه الجديد. طيب تعالوا نرسم الكاركترستيك بتاعته عشان نشوف عجبانه ولا لا. انا ممكن ارسمها في الفريكونسي دومين او في التايم دومين. انا سبق رسمنا فريكونسي دومين من شويه، التايم دومين دلوقتي يمكن جه وقته، فهديله ستيب انبوت واشوف الريسبونس عامل ازاي. اهو ده الريسبونس بتاع الستيب انبوت. وعندك السيستم الاصلي قبل ما احط له الكومبنسيتور كروس دروب برضه، بس من غير كومبنسيتور هيديني الكيرف اللي عامل ده، ده الريسبونس بتاعه، ده من غير الكومبنسيتور كلوز لوب، بس من غير الكومبنسيتور. كلوز لوب بالكومبنسيتور يديني الكيرف ده. اظن الفرق واضح جدا، يعني ايه السما والارض يعني. اصلا قبل الكومبنسيتور كان عندي اوفر شوت ريشيو فظيع، وكان عندي سيتلينج تايم رهيب. الجديد اوفر شوت ريشيو يا دوب صغير قوي كده، وسيتلينج تايم اقل بكتير جدا من السيتلينج تايم بتاع السيستم الاصلي. فانا زودت السرعه، زودت الدقه، وزودت الاستابيليتي مارجن برضو، احنا اصلا حسبنا حاجه زي كده. يبقى على فكره الجين مارجن بيساوي ما لا نهايه، فاذا هو اكتر بكتير من 10 ديسبل بير ديكيد. ليه ما لا نهايه؟ عشان الزاويه بتاعته عمرها ما هتوصل ناقص 180 حتى لما توصل الفريكونسي ما لا نهايه. وبالتالي هو يعني كل حاجه متحققه في هذا الديزاين. تعالوا نشوف بقى ازاي نصمم اللاج كومبنسيتور. اولا انا ليه بستخدم اللاج كومبنسيتور؟ انا بستخدمه اساسا عشان احسن الاستاتيك ريسبونس. التاني الليد كنت بحسن الترانزيانت ريسبونس، هنا ببقى عايز احسن الريسبونس عند اللو فريكونسيز اللي هي بنسميها يعني الاستاتيك ريسبونس. والترانسفير فانكشن بتاعته اهي، هي زيها زي التاني تماما، كي ار تاو اس زائد واحد على بيتا تاو اس زائد واحد، عاد انا هنا عندي بيتا، التاني كان عندي الفا، ده كل الفرق ثابت كده كده، ويعني المفروض بقول عليه حاجه واحده بس، الفرق بس ان بيتا اكبر من واحد، بينما هنا كان عندي الفا اللي هي اصغر من واحد. وعشان بيتا اكبر من واحد يبقى الزاويه بتاعته دايما هتبقى زاويه لاج، يعني هزود لي اللاج بتاعي. طبعا زياده اللاج دي حاجه خطيره، مش المفروض اعملها يعني غير وانا يعني عارف انا بعمل ايه، لانها ممكن تعمل لي انستابيليتي طبعا. هنشوف ازاي دلوقتي نظبط الكلام ده. الجزء الريال والجزء الايماجري كلهم زي اللي فات بالظبط، على ان عندي هنا بيتا بدل الفا، حاجه اكبر من واحد اللي قبل كده كانت اصغر من واحد. تعالوا نرسم الفريكونسي ريسبونس من غير ما نفكر كتير. على فكره يا جماعه هو نفسه، بس قيم اتغيرت. الفا اللي هي كانت اصغر من واحد ليها لوغاريتم سالب، بيتا اللي اكبر من واحد ليها لوغاريتم موجب. انت يعني كانك بتعمل ايه، يعني مرايه للكيرف اللي فات. عند ال very small frequencies طبعا، طبعا بيتا اكبر من واحد معناها ان هو الفاي بتاعتي نيجاتيف. عند اللو frequencies بيبقى عندي الخط ده اللي هو، ما عند اللو frequency يعني اوميجا تقول للصفر، الريال بيساوي واحد والايماجري بيساوي صفر، يعني الامبلتيود بيساوي واحد واللوغاريتم الواحد بصفر، يبقى الامبلتيود بتاعتي هنا
ماشيه على المحور بتاع اللوج اوميجا تي، يعني بتساوي صفر، امبليتيود بتساوي صفر. كويس. عند بقى الاوميجات الكبيره قوي هتبص تلاقي ده بقى ايه، بيتا على بيتا تربيع، يعني واحد على بيتا، فيبقى بيتا اكبر من واحد، يعني واحد على بيتا اصغر من واحد لان اللوغيتم بتاعها سالب. كويس. والفريكونسي هتبقى، قصدي الايماجينري بارت عند اوميجا تقول من النهايه بصفر. كويس. يعني اذا هتبص تلاقي عندي الخط ده الجديد اللي عندي ده هنا موجود على مسافه لتحت مقدارها واحد على بيتا. كويس. وبينهما بقى اللي هو ال 20 ديسيمال بير ديكيد اللي هي بتشقلب. يعني لاحظ يعني الكيرف ده، ما اخد الكيرف اللي فات، بس الكيرف اللي فات كان بيبقى افقي لفوق، افقي ده افقي لتحت، افقي مرايه، عشان فرق الاشاره اللوغاريتم بتاع الفا واللوغاريتم بتاع بيتا ما يختلفوش غير في الاشاره. والكسره بقى بتحصل فين؟ الكسره ديت بتحصل لان عشان بيتا اكبر من واحد، فالكسره بتاعت المقام، المقام اللي هو هنا ده بتيجي قبل، عشان بيتا هنا اكبر من واحد، فبتيجي عند اوميجا تاو بتساوي واحد على بيتا، يعني لازم كان يساوي واحد عشان يبقى تيجي لي الكسره بتاعتي واحد على بيتا، وبيتا اكبر من واحد يعني اصغر من واحد. بينما الكسره بتاعت البسط تحصل عند اوميجا تاو بتساوي واحد، اهي اوميجا تاو بتساوي واحد، واخد بالك؟ يبقى ديت بس الحاجات حسبنا. لما اجي اشوف بقى الفيز بتاعتي زي التاني بالظبط، بس بالسالب، عشان الفيز بتاعتي سالبه، هو نفس الكيرف المرايه بس. ده حتى كمان الماكسيموم بتاعي بيحصل في النص بالظبط، واحد على جذر بيتا بقى المره دي، مش واحد على جذر الفا. ده وطب، ولما اجي اقسم البولر بلوت ولا اي حاجه، هو برضه عند اوميجا بيساوي صفر الريال بارت بيساوي واحد، وعند اوميجا بتساوي ما لا نهايه الريال بارت بتساوي واحد على بيتا، وبينهم نص دايره لتحت عشان انا عندي زوايا سالبه. وطبعا المركز عند واحد زائد واحد على جذر بيتا على اثنين، زي اللي فات كان واحد زائد واحد على جذر الفا على اثنين، ونص القطر هنا واحد ناقص واحد على جذر بيتا. لاحظ ان بيتا اكبر من واحد، عشان كده هي واحد ناقص واحد على جذر بيتا. واكبر زاويه اللي هي فاي ماكسيمم اللي هنا بتيجي من العلاقه المعروفه، الساين بتاعها بتساوي بيتا بيتا ناقص واحد، بلاش نقول واحد ناقص بيتا، بيتا ناقص واحد على بيتا زائد واحد. فده الترانسفير فانكشن بتاعتي بتاعت اللاج كومبنسيتور اللي انا بقى عايز ازودها على الترانسفير فانكشن الاصليه بتاعتي عشان احقق اهداف معينه. بس زي ما قلت لك خلي بالك عشان ده بيعمل لاج، انا عايز اتاكد انه مش هيعمل لي مشاكل ستابيليتي. طيب تعالوا نشوف بقى ازاي هنعمل لاج كومبنسيتور ديزاين. هو يشبه قوي الليد كومبنسيتور ديزاين ما عدا اختلافات بسيطه، عشان كده انا هدي الصوره العامه ومش محتاج ادي اكزامبل الحقيقه. فزي ما شفنا انا عندي ترانسفير فانكشن اهي اللي هي بعيد كتابتها تاني، والمطلوب هو حساب الثوابت بتاعتي اللي المره دي بيتا وتاو وتي ار. بالنسبه للجزء الاولاني اللي هو حساب التي ار بيتم بنفس الطريقه بالظبط، مفيش اي فرق خالص بينه وبين الليد كومبنسيتور. بفترض في الاول ان الكومبنسيتور ما هو الا كي ار، الجزء ده هعمله مؤقتا لو اس زائد واحد على بيتا تو اس زائد واحد، واختار الكي ار بحيث احقق ال يعني ستيدي ستيت ايرور اللي انا عايزها، او الايرور كونستانت، يعني سواء مديني ده ولا ده احقق بيها الايرور كونستانت المطلوب. طيب بعد كده بقى بعمل ايه؟ بنرسم البوتلوت بتاع جي واحد اللي هي جي، بس ايه بنضاف عليها الكي ار اوريدي، يطلع كيرف ايا كان شكل الكيرف. هنا بقى انا ببتدي يمكن من الناحيه الثانيه مقارنه بالليد كومبنسيتور، انا عايز اشوف ايه الفيز مارجن اللي انا عايزه. وليكن مثلا هيقول لي انا عايز فيز مارجن معين. كويس. فالفيز مارجن ده هزود عليه برضو من 5 ل 12 درجة لنفس السبب هيتضح بعد شوية. فهاجي هنا اروح عامل ايه؟ يطلع لي زاوية معينة. الزاوية دي اروح انا مختار، عامل خط افقي كده اهو. ده الفيز مارجن اللي انا عايزه زائد الفاي ادد اللي هي من 5 ل 12 درجة. تمام. اجي اخبط هنا كده. الفريكونسي اللي هتطلع انا عايزها تبقى الجين كروس اوفر فريكونسي الجديدة.
هو اصلا دلوقتي في اللحظه دي الجين كروس اوفر فريكونسي هنا اهي، لا مش عايزها دي، انا عايزها تبقى الجين كروس اوفر اللي تحقق لي الفيز مارجن اللي عندي، هي دي جين كروس اوفر فانكشن الجديده. طيب الجين كروس اوفر فانكشن الجديده يعني ايه؟ يعني انا عايز الخط ده هو اللي يبقى بيمر اللي الامبليتيود بتاعته واحد، يعني اللوغاريتم بتاعه بصفر. ما انت ما تنساش ان انا لما هضيف الكومبنسيتور اللي هو اللاج كومبنسيتور هو افقي لتحت افقي، فانا يعني سالب يعني افقي عند الصفر وبعدين سالب وبعدين افقي سالب، كويس؟ فلما هضيفه على القديم هينزله لتحت، ف عشان كده يعني النقطه دي اللي هي الامبليتيود بتاعتها مش واحد يعني مش صفر باللوغاريتم هتنزل لتحت هتبقى هنا، فده اللي انا عايزه بقى، كويس؟ فالمسافه دي بقى هي واحد على دي، يبقى انا بختار الاول فريكونسي وبطلع لفوق واقطع بجيب حاجتين، بجيب الاوميجا بسميها الاوميجا نيو، كويس؟ اللي هي جين كروس اوفر فريكونسي الجديده، وبجيب برضو المسافه دي اللي هي واحد على بيتا. الحاجه الثانيه يبقى دلوقتي عرفت الكي وعرفت البيتا، عايزين بقى نجيب التاو. اللي بيحصل بقى ايه؟ دلوقتي اللاج كومبنسيتور ده بيعمل لي زاويه لاج، حاجه وحشه انا مش عايزها، في انا عايز اخليها في منطقه بعيده عن المنطقه دي، المنطقه اللي فيها الفيز مارجن. انا هنا اي لاج اعمله هنا هيعمل لي انستابيليتي على طول، فانا عايزه يبقى ايه؟ المنطقه دي هي المنطقه اللي فيها الكيرف فلات في الاخر عند الاوميجا الكبيره، بينما المنطقه بقى اللي هي الكيرف بتاع الترانسفير فانكشن بتاع الكومبنسيتور اللي احنا قلنا افقي نازل لتحت افقي نازل لتحت افقي الجديده دي بقى هي هتبقى في المنطقه دي. طيب الاولانيه بقى اللي هي كان افقي قبل ما ينزل لتحت عايزها تبقى عند فريكونسيز واطيه قوي، عشان لما تعملي لاج تعملي لاج في حته واطيه قوي ما تاثرش معايا. غالبا السيستم فيز في اللحظه دي بيبقى مش وحش، بحيث لما ازود عليه شويه لاج عمره ما هيبقى انستيبل، او زي ما انت شايف اهو الفيز دايما بيبقى ايه؟ يعني بيبقى صغير يعني عند فريكونسيز الواطيه، كويس؟ فانا بختار اذا التاو بتاعتي بحيث تبقى يعني فريكونسي تبقى عشر الفريكونسي دي، فريكونسي قيمة ما اشوف عشرها فين، يبقى هي ساعتها بقى يبقى في عندي الكومبنسيتور الفريكونسي بتاعته التاو بتاعته. وطبعا كالعادة بعد ما بخلص لازم افيريفاي البرفورمانس عشان اتاكد ان هو السيستم سليم. طيب لو انا عندي لاج ليد كومبنسيتور ده النوع الثالث، هو اسم غريب شويه، هتقولي هو لاج ولا ليد يا دكتور؟ اقول لك ما هو بس انا اصلا الليد كنت بحسن بيه الترانزنت ريسبونس، مش كده؟ يعني بيشتغل اساسا عند الهاي فريكونسي، بينما اللاج كنت بحسن بيه الاستاتيك بيرفورمانس، يعني لما اوميجا تقول للصفر يعني عند الاوميجا الواطيه، كويس؟ طب افرض عندي بيرفورمانس بايظ في الاثنين عند الاوميجا الصغيره عند الاوميجا الكبيره، اعمل ايه؟ اروح جايب اللاج ليد ده. اللاج ليد ده لذيذ قوي، اللاج ليد ده عند الفريكونسيز الواطيه بيشتغل كما لو كان لاج كومبنسيتور، ولما اعلي الفريكونسي يغير نفسه ويشتغل كما لو كان ليد كومبنسيتور. فاذا هو يعني ايه؟ بيعمل الحاجتين المطلوبين في نفس الوقت. طيب عشان احققه ده بس محتاج زد تكون مختلفة شوية عن الزد اللي كنت بستخدمها قبل كده، لو تفتكروا الزد اللي كنت بستخدمها قبل كده كان عندي ريزيستنس وكاباسيتورز، واحد ريزيستر واحد كاباسيتور ان بارلل وخلاص، ومجرد بس تظبيطة الار سي اللي هي التاو، يعني بختار التاو اللي في الوسط اقل من المقام او العكس، فيديني واحد ليد كومبنسيتور واحد لاج كومبنسيتور. جميل، هنا بقى الزد بتاعتي هتختلف، هيبقى عندي ريزيستنس ان بارلل معاها ريزيستنس ثانيه وكاباسيتور. الريزيستنس الثانيه سميتها ار سمول، هي مش اصغر يعني، هي بس عشان اميز يعني كرمز يعني ما بين الريزيستنس ديت والريزيستنس اللي هي مع الكاباسيتور. الزد الجديده ولا حاجه، هيبقى حاصل ضرب الامبيدنس دي
في الامبيدنس دي على حاصل جمعهما، يبقى عندي ار اي ده اللي هو البرانش، ده البرانش اللي تحت، ار سمول اي زائد واحد على سي اي اس اللي هو مجموع التو امبيدنسز دول، ده حاصل ضرب الامبيدنس بتاع كل برانش مقسومه على حاصل جمع الامبيدنس بتاع كل برانش. طبعا ما بنسيبهاش كده، بننضفها، بنضرب في سي اس بسطا ومقاما، يطلع لي ايه المنظر اللطيف نسبيا ده اللي قدامك ده. جميل. طيب وعشان كده سميتها زد كابيتال، بس عشان اميزها بينها وبين زد سمول اللي كانت استخدمناها في الليد او اللاج كومبنسيتور. طيب لما اجي احسب بقى الترانسفير فانكشن بتاعتي مع تطبيق زد كابيتال على زد كابيتال، هيطلع لي شويه تنظيف كده اهو، هيطلع لي المنظر ده. شويه التنظيف ده مكتوب هنا تحت انه كي ار زي ما هي، على فكره زي المره اللي فاتت، هتبقى ار 2 على ار 1 في ار 4 على ار 3. الفا بقى الحاجه اللي هسميها الفا هي ار سمول 1 على ار سمول 1 زائد ار كابيتال 1. طبعا واضح ان دي لازم تبقى اصغر من واحد، انا عندي ار سمول على ار سمول زائد حاجه، طبعا لازم تبقى اصغر من واحد، فالحاجه اللي انا هسميها الفا دي حاجه اصغر من واحد. الحاجه الجديده اللي هسميها بيتا هتبقى ار سمول 2 زائد ار كابيتال 2 على ار سمول 2. ف النسبه دي طبعا اكبر من واحد عشان هي ار سمول 2 زائد حاجه على ار 2، فهتبقى اكبر من واحد. تو واحد وتو اتنين هتبقى اللي احنا عارفينهم دول اللي قدامكم. لما اسمي طبعا هو يعني الزدات هتبقى في الاول يعني اكسبريشن طويله كده، لكن لما اجمع الترمات بتاعتي واسمي الترمات بالمنظر ده يطلع لي المنظر اللطيف قوي ده. الكومبنسيتور بتاعي هو كي ار مضروب فيه ترمين، الترم الاولاني اخو الليد كومبنسيتور، انا عندي الفا في المقام والفا اصغر من واحد. الترم الثاني اخو اللاج كومبنسيتور، ان انا عندي بيتا في المقام وبيتا اكبر من واحد، فانا عندي حته ليد وحته لاج. استنى بقى، حته الليد دي بتشتغل عند تاو واحد اللي هي تناظر مقلوبها يعني ناظر فريكونسي ما، حته اللاج بتشتغل عند تاو اتنين اللي هو مقلوبها يناظر فريكونسي اخرى. طب ما خلاص، يبقى انا في الديزاين بتاعي هخلي تاو واحد رقم صغير يعني عند فريكونسي تاو ده اللي هو يعني بيريود يعني مقلوبها او يعني تايم مقلوبها هو الاوميجا، فهخلي يعني اخلي الليد دي تشتغل عند الفريكونسيز العاليه يعني تاو واحد صغيره، واخلي ده بيشتغل عند الفريكونسيز الواطيه يعني تاو اتنين كبيره. بس خلاص، هتلاقي لما اعمل في الديزاين بتاعي حاجه زي كده اضمن ان هو عند الفريكونسيز الواطيه بيشتغل لاج وعند الفريكونسيز العاليه بيشتغل ليد. عاده بس مش شرط، عاده بنختار حاصل ضرب الفا في بيتا بيساوي واحد. يعني احنا ممكن نختار حاجات تانية، بس الميزه بتاعت هذا الاختيار هو او يعني بنعملها ليه؟ اصل انا عندي بارامترز بقوا كتير قوي وعمري ما هحتاج ان انا اظبط كل الحاجات دي. الديزاين هيبقى ابسط بكتير لو كان حاصل ضرب الفا في بيتا بيساوي واحد، بيخلي الديزاين الحقيقه يعني حاجه عبيطه خالص. ف احنا مش مضطرين يعني، بس ده اللي بيحصل عاده. بالنسبه لللاج ليد كومبنسيتور عشان ادرس الكاركترستكس بتاعته بسيطه يا جماعه، لان هي هو في الحقيقه عباره عن لاج وليد في بعض. يعني هو لاج عند الفريكونسيز الواطيه وليد عند الفريكونسيز العاليه بمنتهى البساطه. الترانسفير فانكشن بتاعته شفناها قبل كده، كي ار اللي هو الثابت الجيم بتاعي في قوسين مضروبين في بعض، القوس الاولاني زي ما انت شايف في الفا هنا اصغر من واحد، ده اللي هو الجزء الليد اللي فيه، انما القوس الثاني في بيتا اكبر من واحد، ده الجزء اللاج اللي فيه. وطبعا كلامه بيحصل عند تاو مختلف، ده عند تاو واحد غالبا بتبقى فريكونسيز عاليه يعني تاو صغيره، وده بيحصل عند تاو اتنين غالبا بتبقى فريكونسيز واطيه يعني تاو كبيره. بس فلما اجي ارسمه بقى مش محتاجه تفكير، عندي الفريكونسيز الواطيه شكله عامل زي ما يكون لاج افقي ناقص 20 ديسيبل بير ديكيد وبعد كده افقي تاني. ما هو ده كله ده عشان التوات بتاعتي توات اللي هي بتاعت الفريكونسيز الصغيره يعني التو كبير.
طيب لما اجي اوصل بعد الفريكونسيز العاليه كويس، هبص الاقي يبتدي يرجع يعمل لي بقى ايه افقي طالع لفوق افقي. عندي كذا كسره، عندي اربع كسرات هنا عشان ما انا عندي اربع يعني بسط ومقام وبسط ومقام، عشان كده عندي اربع كسرات. كويس، ده بالنسبه للامبليتيود. الفيز نفس الكلام، في المنطقه بتاعت الفريكونسي الواطيه بيبقى عندي فيز نيجاتيف، بعد كده عندي فيز بوزيتيف في المنطقه بتاعت الفريكونسي العاليه، وفي حته كده الفيز بتاعتي صفر، له لاج وله ليد. الحته دي فين؟ في النص بالظبط ما بين التاو دي، الكسره دي والكسره دي. الكسره دي موجوده عند واحد على تاو 2، ودي موجوده عند واحد على تاو 1، يبقى المنطقه اللي في النص ديت هي في النص لوغاريتميكالي يا جماعه، يعني واحد على جذر تاو 1 تاو 2. طبعا اهم حاجه عشان اعمل فيها الديزاين، انا مش هجيب بسرعه حاجه مش مستاهله، ان انا اديزاين اللاج لوحده وديزاين الليج لوحده كويس، واحرص على ان تاو 1 وتاو 2 يبعاد جدا عن بعض، بس اكون المطلوب. بعد ما عملت الديزاين ده والديزاين ده بدخلهم في بعض ويبقى عندي اللاج ليد كومبنسيتور. طبعا البولار بلوت ما قلتلكش الكلام ده، في النص التحتاني اللي هو بتاع اللاج وفي النص الفوقاني اللي هو بتاع الليد، يعني كمان الاثنين في بعض. نيجي بقى يعني ايه نقول عليها ملحوظات عامه كده، يعني نقول عليها كونكلوجن، يعني ازاي اختار الكومبنسيتور المناسب؟ انا عندي ثلاث انواع، ازاي اختار اني واحد فيهم المناسب؟ على فكره احيان كتير ممكن اعمل ليد كومبنسيتور يحقق الهدف، وممكن اعمل لاج كومبنسيتور يحقق نفس الهدف. بتحصل يعني، ممكن ساعتها اعمل ايه؟ اختار مين فيهم؟ نبقى عارفين انه الليد كومبنسيتور غالبا بيزود الاستابيليتي مارجن قوي اكتر من اللاج. اللاج كومبنسيتور ده اصلا يعني بستخدمه اكتر في الاستاتيك ايرور. يعني اذا لو انا اهم حاجه عندي الاستاتيك ايرور ما تروحش ناحيه اللاج، لو انا اهم حاجه عندي اللي هي الترانزيانت وستابيليتي، الاستابيليتي عند الفريكونسي العاليه وكده، فوبالتالي ستابيليتي مارجن يعني ايه اقصى فريكونسي يعني المهم يعني، فساعتها اختار الليد، دي شغلته اصلا. لو كانوا الاثنين بقى بيقدروا يحققوا نفس الغرض، بس تبقى عارف ما يلي. نمره واحد، الليد كومبنسيتور هيشتغل دايما عند فريكونسيز عاليه، وبالتالي هيديني هاي باندويث، يعني السيستم بتاعي هيرسبوند لفريكونسيز كتير بما فيها فريكونسيز عاليه قوي، بينما اللاج كومبنسيتور هيخلي السيستم بتاعي بيرسبوند لفريكونسيز واطيه اكتر من كده، بيبقى زي ما اكون ميت يعني ما بيشوفهاش ما بيحسش بيها. وعلى فكره دي ميزه وعيب يعني هتعرف بعد شويه. الليد برضو غالبا بيبقى محتاج سيستم اكبر شويه، يعني حجمه اكبر وبيستهلك طاقه اكتر، تبقى عارف يعني. الهاي باندويتس اللي هي بتاعت الليد كومبنسيتور بتخلي السيتلينج تايم بتاعه قصير، لان هو بيبقى بيشتغل بسرعه، بيشتغل عند فريكونسيز عاليه فبيستقر بسرعه، وده عكس اللاج. اللاج هتلاقيه يعني ايه بياخد وقت كده مقارنه بالليد يعني عشان يبتدي يستقر. ولكن النويز اللي هي حاجه برضو احنا ما بنحبهاش تبقى دايما موجوده عند الفريكونسيز العاليه، فلو انا عايز سيستم يكون يعني ايه محصن ضد النويز، خليه ما يردش على الفريكونسيز العاليه، يعني خليه يرد على الفريكونسيز الواطيه بس، النويز بقى يشتغل زي ما هو عايز، هو مش هيتاثر. وطبعا دايما عندي الفرصه ان انا اعمل لاج ليد كومبنسيتور عشان اجمع ما بين مزايا النوعين.